واحد السلام عليكم. كيدوزو اول يوم في رمضان بعدا كنصبحو هكا على الشتوى، يعني جو زوين وكيعطيك واحد الطاقه ايجابيه. الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم واحد العجين سحريه اللي كنقدروا ننوعوا فيها الاشكال، وهكا كنقدروا ننوعوا في الطبله ديالنا ديال الفطور. اول شكل هذا الميني بيتزا، شكل ثاني هو خبيزات يمكن لكم تعمروهم بحال شكل برجر، كيجيو خفافين بحال شكل بريوش، كيجيو زوين 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 بزاف، ويمكن لكم انكم تعمروهم كذلك باللي بغيتو. كيف ما كتشوفوا ها انتما يا خفيف بزاف، يعني العجينه سحريه كتقدروا تلعبوا بها كيف ما بغيتو. وشكل الثالث هما هاد الميني كوميرات او الميني باغيت اللي زوينين بزاف، كيمشيو مالح اولا حلو اللي بغيتو، تقدروا تعمروهم عفوا حتى بالشوكولا. واخر شكل هما هاد البطاطات الصغيرين اللي ما كيخطاوناش في رمضان انتوما، وغادي تشوفوا معايا حتى السر. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش نعرفوا السر، باش يجيونا خاويين من الداخل ونقدروا نعمروهم بكل سهوله. فغادي ندوزو هنايا بعجالة نشوفوا المقادير المكونات ديال العجين وفي نفس الوقت الطريقة، وغتلقاو في صندوق الوصف المقادير كاملة بهم، يعني لا تزقلتوا شي حاجة غتلقاوهم في صندوق الوصف. المهم غادي نبداو هنايا بالطحين او الدقيق. خديت هنايا كيلو ديال الدقيق، بالنسبة للكمية كيخرجوا كمية كبيرة، وهكا كتقدري انك تحتفظي بهم في الثلاجه اولا في المجمد كيف ما بغيتي. خديت معاه واحد الربعه ديال فينو، يعني كيلو ديال الدقيق في 250 غرام ديال الفينو. خديت معاه هنايا واحد جوج معالقات كبارين ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين الفوريه او الخميره العاديه ديال العجل، وهنايا الملح على حسب الذوق. صافي، وكنزيد عليهم الماء دافي باش يقدروا يذوبوا مع بعضياتهم. سنيده السكر هو سنيده او السكر الخشن مع الخميره والملح، خليهم يذوبوا مع بعضياتهم. صافي، وغنخليهم هكا على جنب، وغادي نرجع للنواشف. غادي نزيد هنايا الحليب بودرة ثلاثة المعالق، ونصف كأس من الزيت، وهنايا عندي قياس جوج ديال المعالق كبارين ديال الزبده. غادي نخليهم حتى الاخير. صافي، غادي نزيد داكشي اللي ذوبت مع الماء دافي، الخميره والسكر والملح. غادي نزيدهم على النواشف، وغادي نبدا نعجن العجين تكون مرخوفه، ما تكونش جاريه بزاف، ما بين وبين كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. هانتوما شوفوا معايا من بعد ما عجنت العجينه، غير كنجمعوها هكا النواشف كامله مع الماء. صافي، كتكون هكا مازال كتلصق في اليد. غادي نحطها هكا في على السطح باش نقدر نخدمها بالزبده. كيف ما كتشوفوا هي راه ماشي جاريه لدرجه انها كديع هكا فوق السطح، وانما قابطه في راسها ولكن كتبقى شويه كتلصق.
غادي نزيد فيها هكا الزبده وغنبقى نخدمها بالكف ديالي. بين ما تخلط الزبده في العجين منين نحس بها تخلطات فقط كنحبسو. هانتوما شوفوا معايا هنايا، واخا كتكون كتلصق في الاول يعني ملي كنخدموها هكا ما كتبقاش تلصق لينا في السطح. صافي غادي نردوها للاناء يكون شويه مدهون قليل من الزيت غير باش ما تلصقش لينا في الاناء، وكنزدوها بالبلاستيك اللي دائما نخليوها حتى تخمر مزيان، ضروري نخليوها حتى تخمر تاخد راحتها. صافي هنايا من بعد ما خمرات فكنخدموها هكا كنزولوا ليها الهواء، اولا كنحيدوا البلاستيك بطبيعة الحال وكنخدموها هكا باليد كنزولوا ليها داك الهواء. صافي وغادي نخدمها هكا فوق السطح، نقسمها على 4 ديال الكرات. وكنبداو كنسرحوا الكره الاولى شويه تكون رقيقه حيت غنديروها غير البيتزا. خديت هذا المول هذا اولا المقطع الدائري السمك اللي بغيتو وصافي، وكنقطعوها وكنديروها اللاطه اللي غتدخل الفران. يا اما كندهنوا اللاطه بشويه ديال الزيت اولا كنديروا البابي كويسون. هنايا دخلت محمد معايا الكوزينه باش يتلاها وهو كيتكل ليا العجين اولا الدوائر اللي درنا من العجين باش ما يتنفخوش حيت غادي نديروهم البيتزا. صافي وكناخذ الكره الثانيه كنسرحها بالحق ما كنسرحهاش مزيان. هذه الكره الثانيه غنديروها البطبيطات فما كتكونش رقيقه بحال البيتزا، كتكون شويه متوسطه وفي نفس الوقت شوفوا هانتوما السمك هو هذا وما كنخليهمش يخمروا. يعني انا غادي نديرهم هنايا في البلاطو اللي درت ليه واحد السربيته، غادي نحطهم غير بمساله الكره صافي وغادي نطيبهم في ساعه ما نخليهمش يخمروا. هذا السر ديالهم باش كيجيو محلولين من الداخل، كيتنفخوا ملي كيكونوا كيطيبوا وكيجيو محلولين. صافي هنايا الكره الثالثه يعني باش ما يجيكمش الفيديو طويل. كنحاول انا نقتصد باش ما يجيش هكا الفيديو طويل ويجيش ممل. هنا الكره الثالثه غنقسمها على كرات صغار بهذه الطريقه هذه. وكنسرحوا كل كره على حده وكنبداو كنلفوا بها كيف ما كيبان لكم في الفيديو بحال الا غنصايبوا الباكيت. صافي وكنحطوه في لاطه اللي غتدخل الفران. والكره الرابعه فسرحتها بحال الا غادي ندير البطبيطات وخليتها عرض شي شويه من هذاك السمك، خليتها شويه عرض منهم وهما الشكل الرابع اللي درنا بحال شكل بريوش اولا خبيزات اللي كيجيو معمرين
يعني نقدروا نعمروهم بحال شكل برجر او لا اللي بغيتو. هذا مكان ام محمد كيدهن لي بالبيض وكيرش البافو والزنجلان، ومهم يعني نوعنا بين الاشكال، كل شكل وشنو درنا فيه. صافي هنا سالي طيبتهم كاملين. ميني البيتزا غير كنصهدوها من الفوق والتحت فقط. لا بغينا نحتفظوا بها فكنحتفظوا بها بالبلاستيك الغذائي او البلاستيك خاص بالمجمد، وكنجمدوهم واذا كانت على مدة، اما الا كنا الغد اللي غنخدموا بهم فنخليهم غير في الثلاجة فقط. صافي هنا راه بديت كندير شي حاجة كنعمر فيها. درت لاصوص طوماط، ومن بعد درت الدجاج مشحر بوحديتو مع القوام، ودرت كذلك البصله مشحره مع الشامبينيو. صافي الفلفله هي اخر حاجه من الفوق خضره. بالصهد ديال الفران كطيب فقط. والفرماج هنا ما كانش عندي فرماج وما بغيتش محمد يخرج يمشي يجيبو ليا، فخديت غير الفرماج الساندويش فقط. هكا كان خدموا باللي عندنا وبلا ما تخرجوا. الله يرحم بها الوالدين، بقاو في دياركم. صافي وهذه هي الطبيله ديالنا. المهم راه شي حاجه يعني اقتصاديه هكا، يعني كنقدروا اننا ننوعوا في الطبله وكل كياخد شنو بغا او شنو كيعجبو. المهم هاد الطبيطات هادو عمرتهم حشوه سهله عاديه. المهم شحرت شويه البصله مع الفلفله، شويه ديال القوام، كنزيد انا هادي القوام ديال الشاورما ديال الدجاج كتجي زوينه بزاف 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 بزاف, بزاف. شويه البزار، القوام عاديه، و عليها شعريه صينيه. صافي شويه ديال الفرماج. هذا مكان والطون او الدجاج اللي بغيتو. هذا ما كان عمرت بهم البطاطات، يعني كنعمروا غير على حسب الافراد ديال العائله اللي غيفطروا، والباقي كنحتفظوا به اما في المجمد او في الثلاجه اللي بغيتو على حسب المده اللي غتخدموا بهم. وهكا يعني كتكونوا ارتاحيتوا وما كتبقاوش تفكروا بزاف شنو غادي توجدوا، وتخليوا شويه الوقت للعباده، يعني ماشي بقى كل نهار غير الكوزينة الكوزينة الكوزينة. ومني كتفطروا صافي يعني كيجيكم العيا وما كتقدروش انكم شنو نقول لكم، ما كتخليوش وقت العبادة. نو ما خصكمش ما خصكمش تبقاو تعطيو الاهميه للماكله، يعني هذه هي اللي بغيت نوصل لكم. ما تبقاوش تفكروا بزاف في الماكله او لا تعطيو ديروا مجهود اكثر مجهود في الطياب وفي التوجد، حيت واخا كنبقاو نوجدو كنوعو مع شنو في الاخر داكشي ما كيتكاشف، نديرو القياس اللي غنقدروا عليه اننا ناكلوه وما يتلاحش. فكروا في الناس اللي ما لاقينش الماكله. وهذا ما كان بالنسبه للطبله. نقولوا بعجاله شنو كاين هنايا. هاد الميني بيتزا صافي، كاينه ميني بيتزا، الخبيزات اللي بغى يعمر باش ما بغى. شنو نقول لكم، المهم هاد العصير هذا ما بقاش ليا الوقت باش نوجدو لكم، وما غيبقاش يعني فيديو غيطول بزاف، فغادي نوجدو معكم مره المجيء ان شاء الله. العصير زوين 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 بزاف ومفيد بالتمر، غزال بزاف ومفيد بزاف 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 بزاف، وخصوصا الناس اللي عندهم فقر الدم. كيرجع لك الدم الا كان عندك نقص حاد ما كيبقاش عندك. مهم مفيد بزاف. انا الحلقه الماجيه ان شاء الله غادي نشارك معكم العصير. وهذا مكان بالنسبه للبريوات والسيجار، يعني المعسلات كاملين بالشباكيه وكل شيء، فمجدينهم في حلقات اللي فاتوا، غنخلي لكم في صندوق الوصف. صافي هذا مكان، والحريره مشي انا اللي وجدتها ديال خالتي. صافي وهكا نقول لكم وصلنا لاخر ديال الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون استفدتوا منه. نقول لكم سلامه، نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله، وما تنساوش
تعطيو وقت الكافي للعبادة ودعيو، فالدعاء يرد القدر. هذا ما كان، وشكرا على المشاهدة.